فرحان بزاف بالتواجد ديالي في ليفينمون تنظيم ارتستي بوان ام ا مع مجموعه من الفنانين اللي كيحتفي ب يعني الرجوع كما تنقولوا ديال النشاط الثقافي في المنطقه وسورتو بالنسبه في هذا المركز ديال المنتجع ديال شمس ايور خصوصا وان بزاف ديال الناس كيحبوا الاغاني زكريا الغفولي لا حبين ولا باهره للاغاني المؤخره اللي خرجات العشرين ما الى ذلك يعني فرحان انا غنتلاقى مع الببليك بزاف وكنشكر الحضور الاعلامي المميز والتنظيم كذلك هي صراحه بزاف الفنانين منهم انا يعني صراحه عانينا في الازمه ديال كورونا باننا ما تلاقيناش مع الجمهور لان فنان بدون جمهور ما كيسوى والو كما تنقول رجعنا دابا الحمد لله يعني مؤخرا رجعوا لي زيفينمون كان اخر اطلاله عندي في اكادير في مهرجان تيميتار سنه 2019 دابا هذه ثاني اطلاله عندي موجوده يعني مع الجمهور غنستعدوا منها الفرحه اللقاء مع الجمهور سورتو ان بزاف كنلقى بزاف ديال التعاليق وبزاف ديال الناس تيقولوا لي خاصنا نشوفوك في اكادير فرحان ان الرجوع ديالي يعني من بعد هذه الجائحه يكون في مدينه اكادير في ايفينمون بهذا الحجم الجديد الفني ان شاء الله من بعد اصدار اغنيه العشرين واغنيه كذلك جينيريك الزطاط اللي كتدوز على القناه الثانيه وغدوز كذلك في رمضان غادي يكون الاصدار ديال واحد الاغنيه جديده غتشوفوا زكريا ستيل جديد يمكن بعيد شويه على اللون التراثي اللي كنتو كتشوفوه قبل دابا غتشوفوه في البوب ميوزيك ولكن اكيد كلمه محترمه ولحن جميل مشاركه مجموعه من الوجوه معروفه ما نحرقش المفاجاه غتكون شي حاجه ان شاء الله كبيره وزوينه بزاف من مر رمضان نتمنى ان شاء الله يعجبكم شي حاجه غتكون ان شاء الله زوينه بزاف مريم الوافي صاحبه مبادره ارتستي بوان ايما اللي هي ستارت اب عندها طموح باش تكون اول منصه رقميه اللي كتجمع فنانين المغرب بدات من جهه سوسماسه من اكادير وعندها طموح انها ان شاء الله تقرب الفنانين ديالنا مع السوق يعني لي زوتيل القطاع السياحي لي ريستورون وحتى منظمين الحفلات اليوم كنظموا اول حفل ديالنا ارتستي بوان ايما كنجيبوا فنانين معروفين على المستوى الوطني وعلى مستوى جهات سوسمسا باش نعطيو واحد انطلاقه جديده للقطاع ديال ليفينمونسييل ونساهموا في تطويره وتطوير الفنان المغربي والثقافه المغربيه ان شاء الله الو حنا اول حاجه باقيين في اطار هذا الفيستيفال كنعملوا على احترام التدابير الصحيه لاننا كان كيهمنا اننا ننجحوا هاد لا غولونس اي لا ريبريز ديال لو سيكتور ديال التوريزم وديال القطاع ديال ليفينمونسييل وحنايا كنامنوا بان خاصنا نتحلاو بالشجاعه بالصبر والاراده باش نرجعوا للعمل باش نحاولوا نغولونسيو هاد لو سيكتور اللي تكرفص هاد العامين اللي فاتوا ودونك حاجه ما سهلاش ولكن عندنا الدعم ديال ساكنه اكادير عندنا الدعم ديال ساكنه جهه سوسمسا وعندنا الاراده وعندنا واحد مجموعه من الشباب اللي خدامين في التنظيم ديال هذا المهرجان اللي عاطين واحد الروح واحد القلب والفنانين كيساندوها ولاننا حاولنا نكونوا في اطار الابداع والابتكار خدمنا الديجيتال بزاف باش جوستومون نعطيو الفن والثقافه القيمه اللي كيستحقوها ما بعد كورونا ان شاء الله معكم خليفه مناني احد اعضاء فرقه الفناير معكم اليوم في اكادير وانا فرحان اني نكون مع الجمهور ديال اكادير الناس اللي كنحبهم من قلبي وشكرا بزاف على انكم استضفتوني اليوم صافي بليزير وشكرا ارتستي الجديد ديالي انا كفنان في بالعمل الفردي ديالي كاين جديد ان شاء الله غنحاول يكون من مورا رمضان ان شاء الله باذن الله فيه مفاجات ان شاء الله غادي نتمنى انه يرق الجمهور مي فناير وصلت البيريود لواحد المرحله انها تدير اعمال فرديه يعني كل واحد من الفنانه اللي هما تيشكلوا فناير القوه ديال فناير كاينه في المجموعه مي كل واحد بوحده والقدرات ديالو ما عمر الناس ولا الجمهور المغربي كان تيعرف اشنو هما القدرات ديال كل واحد دونك هذه هي الفرصه هذا عمل ماشي جديد في العالم ديال الفن في الميريكان كاين هاد الاستراتيجي وحنا حاولنا اننا نديروها في المغرب باش نزيدو ندخلو واحد الدم جديد للموسيقى ديالنا لثقافتنا للكارير ديالنا كمجموعه وحنا راه دائما مجموعه متحده لاننا ماشي كنغنيو على قبل المنافع مي تنغنيو على قبل الفن
معكم رشيد أسلال، فنان كوميدي مغربي. جيت سعيد أنني تواجد في هذا الحدث التاريخي، لأنه بمثابة افتتاح جديد وعودة جديدة للأنشطة الثقافية والفنية بجهة جوج ماسة، هذه الجهة اللي دائما هي السباقة للنجاحات في جميع التجارب، وهذه التجربة هذه اللي كتاخذ واحد الصبغة شبابية. كنتمناو لها التوفيق، وكنتمناو أننا نديروا واحد فاتحة خير لموسم ومواسم ثقافية فنية في المستوى، لتزيح عنا هذا الغم وتزيح عنا هذا الكم من التهجم على الفن والفنانين وتعييب وتبخيس الفن. صراحة باش نوري من بعد سينيس كواس نبداد إخصاد السنمية بينه أنا زور نغطط زورين تتديا المجال اللي زور نسي بيد قبلت بيد المجالات يضين، وآخر مجال رجست في كارن المسؤولين باش يوري أي نورزم، فباش هذه النورزم غساد المجال الفني ورين داغ الفنانين اللي انت عاشاسن، فهي عودة لجميع بزاف الأنشطة الموازية اللي كان مرتبطة بالفن. فمثلا غير غساد مشكن بو الطاكسي راه يخدم، غساد راه تخدم الستاسيونات، راه تخدم ميدن، راه تخدم لي دبور ماكياج، شكون داش كيتبغى رين، المهم راه تفجيج الوقت ميدن راه تبغلو. دونك المجال الفني غير نورز مرت نورزو من بزاف في البيبان يضنين، تخدم لي دبور سيكوريتي، تخدم الصحافة، المهم تخدم الكل بيدها المجال الفني.